فقه اليوم فيما يخص كثير من المسائل، ولا أقول أنها تعد بالعشرات ولا بالمئات، بل أقول تعد بالألوف، وهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحفظوه وأن يدرسوه. ازدحام المصالح والمفاسد وتقديم المصلحة المهمة على ما هو دونها، هذا يحتاج إلى ضوابط فقهية. ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، فكل عاقل يميز بين الخير والشر. الفقيه الذي يميز بين المصالح والمفاسد فيختار الأعلى فعلا، ويختار في المفاسد الأقل، والأعلى دفعا، وللضطر اختار الأقل. العلماء يقولون المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة. فقهاؤنا قديما يمثلون على هذا بالحامل، المرأة الحامل إن مرضت وأصابها مرض قد يهلكها، وإن تعالجت بدواء أو غيره يموت جنينها. فنحن مخيرون بين أمرين، إما أن يموت الجنين وإما أن تبقى هي. فالعلماء ماذا يقولون؟ المصلحة القائمة وهي الأم مقدمة على المصلحة المنتظرة وهي الجنين. أنا كنت أستفيد من هذه القاعدة، أتكلم عن الربيع العربي، يحرم علينا أن نعبث بأمن بلادنا من أجل مصلحة موهومة، وإن لمتني في الموهومة فأقول وأعدل العبارة محتملة. وعلى كلا الحالين أنا أبقى ملتزما بكلام فقهائنا، المصلحة القائمة منتظرة على المصلحة المنتظرة، مع أن الربيع العربي ما في مصالح منتظرة. فالعاقل دائما يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لو بني مسجد ولا مدخل له إلا من بيتك، فالعلماء يقولون يجب عليك أن تأخذ ثمن بيتك وتغادر المسجد حتى يكون ممر للناس، وهذا الذي يسمونه المثامنة. فإذا وجدت مصلحة عامة تقدم على المصلحة الخاصة. يحرم شرعا بناء مصانع فيها ضجيج وأصوات وروائح كريهة بين الأحياء السكنية، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أصحاب المصانع لهم مصالح معتبرة بالنسبة إليهم، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة المنتظرة. وهناك كتاب العز بن عبد السلام سماه قواعد الأحكام، فصل فيه القواعد التي تناط بها المسائل عند ازدحام المصالح والمفاسد. جل الفقه اليوم قائم على ازدحام المصالح والمفاسد. الذي يجري في غزة اليوم مصالح ومفاسد، كيف تخلص المصلحة وتغلب المصلحة الغالبة على المصلحة المغلوبة والمغمورة، هذا أمر يحتاج إلى معرفة بالواقع. وقلت لكم في كلمتي في الدرس الماضي أنه الواجب علينا أن نأخذ من الشريعة بحق، وأن ننزله منزلته في محله ومكانه بعدل. الآن أهل غزة إن لم يصنعوا ما صنعوا، هل اليهود لن يقتحموا غزة؟ الجواب عند العارفين، والجواب الذي يحوك في صدري ويقوى أنهم سيعملون على غزو غزة،
سيعملون على غزو غزة ولو لم يقم ما قام، لأن عندهم مصلحة بالنسبة إليهم الغالبة والكبرى، وهي مصلحة وجود قناة بن غوريون التي ستحل قريبا وليس ببعيد محل قناة السويس في مصر، وبهذا يتحكمون في لقمة الخبز التي تصلك وتصل كل عربي ويقوى اقتصادهم، والذي يضرر مصر ضررا لا يوجد بعده ضرر. منابع النيل في أثيوبيا ملك اليهود، ويحجبون ماء النيل، يحجبون ماء النيل عن أهل النيل، عن أهل مصر. فإذا حصل جفاف النيل مع تحول القناة إلى قناة بن غوريون لا قدر الله عن قناة السويس، أهل مصر ماتوا جوعا. وقد حصل مرات وكرات في مصر أن الميت منهم لما كان يموت جوعا كانت تحمل أعضاؤه، المرأة تحمله في حقيبتها، وذكر هذا الإمام المقريزي في كتاب خاص له المجاعات، وقال كانوا يأكلون ميتهم لئلا يموتوا من الجوع. فالقادم لا قدر الله إن وقع ما وقع وحقق الله تعالى مآرب يهود، وأرجو الله أن لا يحقق لهم غاية وأن لا يرفع لهم راية، وأرجو الله عز وجل أن يكبتهم وأن يخذلهم. هم جبناء، ومع جبنهم يقاتلون بغيرهم، وهذه قاعدة معروفة في تاريخهم. هم جبناء يستغلون غيرهم ويعتبرون أن الله خلقهم وميزهم، وهذا مذكور في توراتهم ومذكور في كتبهم المقدسة، ويعتبرون أن الناس كلهم خلقوا من أجلهم، والواجب عليهم أن يعملوا على تطويع هؤلاء الناس لمصالحهم. ولذا لا تستغربون، أنا ما استغربت لما سمعت مقولة وزير المالية اليهودي، لا أقول إسرائيل، إسرائيل بريء منهم عليه السلام يعقوب، يحرم شرعا أن نقول عن دولتهم دولة إسرائيل، فهم براء من إسرائيل. إسرائيل نبي الله يعقوب الكريم الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم كرماء كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول دولة إسرائيل وإنما أقول دولة اليهود. قال أهل غزة مخيرون بين ثلاثة أمور: إما أن يخرجوا من غزة، وإما أن يبادوا فيها، وإما أن يكونوا خدما يعملون على خدمتنا. هذه نظرة التوراة، هذه نظرة التوراة. ولا استبعد ما قال بعض المسؤولين الكبار وزير خارجية أمريكا لما قال: أنا لست الآن أمثل وزارة الخارجية الأمريكية، أنا يهودي وأتكلم على أني يهودي. وقال: الحرب حرب دينية. هل أنا أستطيع أن أقول الحرب حرب دينية؟ نغلف كلامنا بكلمات ونبعد عن الحقائق. مسألة واضحة، الحرب دينية، الحرب بين الإسلام واليهودية، الحرب واضح ما يحتاج. ولذا بقيت بقعة مضيئة في من يقاتل اليهود. مقاتلة اليهود أمر واجب على المسلمين، وقد أثموا جميعا في تعطيلهم الجهاد في سبيل الله. والواجب والحل الوحيد الذي يجب أن يكون حتى مقهر يهود الجهاد في سبيل الله. وأما نحن الذي ليس بأيدينا ذلك والقرار ليس لنا، فليس علينا إلا كما قلت لكم في الدرس الماضي الدعاء، ندعو الله عز وجل كما فعل عيسى لما أوحى الله إليه لما خرج يأجوج ومأجوج، وأزيد هذه المرة المقاطعة. المقاطعة علاج ناجع سريع فعال ومهم، وينبغي أن نفعله ديانة،
أنا أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، لي أكثر من 30 سنة لا أشرب ولا آكل شيئا أعلم أن ربحه يعود جزء منه اليهود. وأعتذر وأرجو لك وأرجو أن تسامحوني أن الذي ينادي، بل إن الذي يدعو على اليهود وهو يأكل ويشرب من طعام يعود ريعه إليهم فهو كاذب في دعائه، وهو ليس بصادق أبدا، وهو ظالم لنفسه. ومن أسباب عدم نصرة الله تعالى لنا أننا ظلمة، أننا جميعا ظلمة، وأننا لا نقف عند حدود الشرع الذي أوجبه الله تعالى عليه. أعجبني كلام لعالم كبير وهو المقريزي، له كتاب اسمه درر العقود الفريدة، ترجم فيه لأعيان القرن التاسع الهجري، في ترجمة عالم تركي اسمه أحمد، يقول قال لي وقد جاءني وأنا بدمشق زائرا في سنة 1380، والناس ذات من الظلم في أخذ الأموال والعقوبة على أخذ أجر مساكنهم بحالة شديدة، وأخذنا نتذاكر ذلك. فقال لي ما السبب؟ اسمع وانشر ما ستسمع. يقول سؤال محير حقيقة، وكنت متحيرا حتى وقفت على هذا الكلام. يقول ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم؟ هل يوجد ظلم أكثر من هذا الظلم الذي نعيشه؟ ما السبب في أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الظالم؟ قال ما السبب في تأخر إجابة دعاء الناس في هذا الزمان وهم قد ظلموا غاية الظلم؟ بحيث إن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن القيام بما أزمت به من أجرة سكنها الذي هو ملكها، مع قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. وها نحن نراهم منذ سنين يدعون على من ظلمهم ولا يستجاب لهم. كم من دعاء دعا، كم من داع دعا على يهود، كم من إمام قنط ودعا على يهود، دعوا حتى قنطوا بالطاء، قنط بالتاء وقنطوا بالطاء. أكثر الناس الدعاء على يهود. يقول المقريزي وهو عالم يفهم سنن الله عز وجل، قال فأفضنا في ذلك، قلبنا النظر في هذه المسألة، فأفضنا في ذلك حتى قال سبب ذلك أن كل أحد في هذا الوقت صار موصوفا بأنه ظالم لكثرة ما فشى من ظلم الراعي والرعية، فكأنه لم يبقى مظلوم في الحقيقة، لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه. أن تظلم نفسك إن تركت أمرا من أوامر الشرع، تظلم ولدك إذا لم تأمره بالصلاة، وتأمر ابنتك إذا لم تأمرها بالحجاب، وتظلم جارك إذا ما أمرته بالمعروف ونهيته عن منكر، وتظلم ابنة أختك وابنة أخيك إذا رأيتها متبرجة ولم تظلمها. هذا المعنى الظلم. من منا ليس بظالم؟ إذا أردنا أن ننصر الله ينبغي أن نترك الظلم، فإن تركنا الظلم ورفعنا أيدينا استجاب الله لنا، أما ونحن ظالمون فلا دعاء لنا، فلا استجابة لنا. والله فائدة تسوى رحلة، فائدة مهمة وتسوى رحلة. يقول لأن نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل يظلم في المعنى الذي هو فيه من قدر على ظلمه، ولا نجد أحدا يترك الظلم إلا لعجزه عنه، فإذا قدر عليه ظلم فبان أنهم لا يتركون ظلم من دونهم إلا عجزا لا عفة. ولعمري يقول المقريزي بعد كلام هذا صاحبه، قال ولعمري لقد صدق
رحمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أصوب لأحد على أي حال من الأحوال أن يتقوى بالروافض الذين يعملون على مكر أهل السنة. أسأل الله جل في علاه ألا يميتنا حتى نرى إلا عزة الإسلام، ونرجو الله عز وجل أن يقبض أرواحنا إن أراد ببلادنا شرا، وأن يحكمها الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ دماءنا وأعراضنا ودماء المسلمين، وصلى الله يرحم الشهداء فيما نحسبهم عند الله عز وجل، وأن يجبر كسرهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم.